يعد الرومان واحدة من أهم المواسم الاستراتيجية في منطقة حوض العاصي في ريف إدلب الغربي، لكن تدني الأسعار إلى جانب التكاليف الزراعية فاقمت من معاناة المزارعين. أهلاً وسهلاً بهالقناة الحلوة اللي بتنقل آلام وأوجاع الفلاحين والمزارعين. نحن هون عندنا المنطقة بتشتهر بزراعة الرمان وزراعة الزيتون، وهلأ نحن عم نحوش الرمان، يعني صار وقت حواشه من وقت اللي بتبدأ يعني بالزهرة، ونحن منبخ منحط أدوية منحط أسمدة، المكافحة على طول مستمرة. يعني نتأمل من هالعالم المسؤولين أنه يفتحون الطرقات بحيث يطلع الرمان لبرا، يعني يتحسن الأسعار شوي. يعني نحن عند اللي بيكون الأسعار كويسة منصير منزرع أكثر، بيصير عندنا رغبة الفلاح يعني ينتج، لكن إذا كانت تمت الأوضاع هيك يعني كله يتمنى نقلعه ونسويه نحر وحطب. كيلو الرمان يد عاملة مع حواش مع سلة بكلفني أكثر من ليرة ليرة ونص، وبضمنه بسبعة من ليرات هبوقف عليه تقريبا بعشرة وبتسعة. عم نجي متفاجئ بالسوق بنبيع منه الحبة هاي، مو حرام هاي الحبة تنباع ب 12 ليرة و 13 ليرة، هاي انباع ب 12 13 ليرة هاي التوب. يعني ما في رمان اليوم مثل هالرمان هذا ب 12 13 ليرة، مو حرام هذا الرمان ينباع ب 12 13 ليرة، هذا توب الرمان. المعنات الأدنى منه مش غادي ينباع ب 7 8 ليرات، وفي ب 4 ونص. هلا في رمان صغير ناعم يعني مثل هذا الرمان، هذا بينباع بالسوق ب 4 ليرات أو ب 3 ليرات أو ب 5 ليرات. ايش بدك تقارنه مع هاد؟ 5 و 12 صاروا 17، قسمهم على 2 8 ونص، 8 ونص رجع كيلو رمان ب 8 ليرات ونص. هلا بالنسبة لموضوع العامل ولا الشعب هون عندنا بمنطقتنا، يعني بشكل عام عندنا منطقتنا زراعية تعتمد على العامل. المواسم وقت اللي عم تنضرب ولا المزارع وقت اللي عم ينضر وهالسجر وهالشيء هذا، المزارع بدلا ما يشتغل شهر شهر ونص مثلا يشتغل 10 ايام، اجور العامل لا بتوفي مع العامل، والمزارع اذا دفع اكثر من هيك ما بتوفي معه، والله يكون بعون العامل. يعني هلا انزل على الاسواق الخضراء ولا اللحوم ولا الغذائيه ولا كل شيء، اشو ما اشترى العامل اذا بيشتغل يومين ما بيحسن بياكل لقمه ويشبع فيها يتهنى يعني بنهار، عرفت؟ عم يعطوا للعامل 100 ليره، ايش بدها تكون ال 100 ليره؟